قوليلي انتي ليه اصلا ليه دخلتي في اللعبه ديت؟ ليه الوزن طويل وامتى بداتي؟ بص، انا بدات من وانا في 5 ابتدائي. لعبتنا برضو زي ما قلت لحضرتك ان هي مش بتعتمد على ان انت عايز تقرر تلعب ايه، هي استعداداتك وقدراتك هي اللي بتحدد ان تدخل في اي ايفنت. يعني كل لعبه بيبقى ليها مقاييسها معينه عشان تقدر تكمل فيها او توصل للمستوى اللي انت عايز توصل له. فانا كانت قدراتي كانت توصل ان انا العب وزن طويل بس، فالحمد لله. يعني دي حاجه برضو بترجع للشخص او اللي بيقدر يوجهك للعبه، هو اللي بيقدر بقى يقول لك انت ايفنتاتك او استعداداتك توصل ان انت تلعب لايه بالظبط. بس 5 ابتدائي، اقصد ان كنت صغيره شويه عشان تعرفي انك عاوزه تلعبي ايه، فاقصد مين اللي زقك شويه او قال لك يعني العبي العاب قوه او العبي كذا او اعملي كذا وليه حبيتيها؟ لا بص، انا في الاول ما كنتش عارف اصلا، يعني العاب القوه مش من الالعاب المنتشره هنا في مصر. فاول ما لعبتها كان في ماتش مدارس، كنت برضو لسه صغيره زي ما حضرتك قلت في ابتدائي، فرحت لعبتها. وساعتها كان في مدرب هناك كابتن محمد غريب، طبعا مدرب كبير جدا وثب طويل وثلاثي، كان موجود هناك وهو اللي شافني وقال لي ان هو وجهني ان انا العب وثب طويل بس. فبدات معاه الايفنت، بس اول ما بدات طبعا كان في ناس قديمه في اللعبه، فاول ما بدات ما كانش مستواي كويس خالص. قعدت موسم، والموسم اللي بعديه قدرت ان انا معايا اطلع اول جمهوريه، وبعد كده طلعت اول عرب واول افريقيا وصاحبه رقم افريقيا وصاحبه ارقام مصر كلها في الوثب الطويل والثلاثي بس. ولسه اخر ايفنت اللي هي اخر ايفنت كان مراوغ بتاع العرب اللي انا عملت فيه اول طويل والتاني ثلاثي. طب انت انضميتي للاهلي امتى؟ ما هو اول نادي رحت له كان اول الاهلي. حاجه خالص كانت الاهلي بالنسبه لي. وانت لسه سنك كان صغير اللي هو 5 ابتدائي؟ كنت لسه في 5 ابتدائي. طيب ومنتخب مصر؟ منتخب مصر ممكن مثلا انضميت له مثلا من 2009 كده. من 2009. طيب وليه البطولات من ساعه ما انضميتي لمنتخب مصر لغايه النهارده، ايه البطولات اللي حققتيها وايه الارقام؟ اول ايفنت خالص لعبته كان ماتش ودي كده في تركيا، عملت فيه مركز تاني. بعد كده سافرنا قطر، كان عندنا ملتقى بتاع الدوحه عملت فيه اول. وبعد كده سافرنا افريقيا، كان في نيجيريا عملت اول طويل وتاني ثلاثي، وساعتها كسرت رقم افريقيا في الوثب الطويل. وبعد كده لعبنا عرب، سافرنا عرب بحرين وسافرنا الاردن وسافرنا ايه تاني مش فاكره. ما شاء الله قطر. بس هي اصعب مستوى بالنسبه لالعاب القوه بتبقى افريقيا، بتبقى جامده جدا يعني. اللعيبه الافريقيه اعتقد مستواهم كان بيبقى ودلوقتي كمان معظم الدول العربيه بقت تجنس افارقه ان هم يلعبوا لهم معظم الايفنتات. يعني الماتش اللي فات بتاع العرب دوت يعتبر كان ثلاث ارباع الدول، يعتبر ما كانش ماتش عربي يعني، هو كان ماتش افريقيا متشكل في عرب يعني. بس فهي الماتش بيبقى جامد، محتاجه استعدادات جامده جدا عشان تقدر انت تبقى في نفس مستواهم او توصل تقدر انت تنافس معاهم يعني.